قرأت هذه الكلمات وكتبناها، وما كتبناش عليها أسماء المتحدثين، وسلمناها للواعظات أو لزميلاتهم من الغائضات أو الخادمات أو الحاضرين أو الحضارات، أنا أظن إن المسلم مش هيفكر إن اللي كاتب أو اللي قايل الكلام ده واحد مسيحي، ولا المسيحي هيفكر إن اللي قايل الكلام ده واحد مسلم، ولا حد فينا اصطدم بجملة أو بفكرة أو لقيته. بالعكس، كل واحد ربما بعض الحاضرين مندهش إن الله إن كل سيدات مصر هتشتغل لخدمة الوطن، تربية جيل يجوز التصرف، يحترم الآخر، يتعامل مع النسيج الوطني لمصر، حفاظ على الدولة، حفاظ على علم مصر. هذا هو أهم الرسائل اللي خرجنا بيها. الرسائل كمان هنشتغل على نقل هذه المجموعة في كل محافظات مصر. تمثيل اليوم كان 27 محافظة، ولكن كل سيدة قادمة معها وراها الكثير والكثير من السيدات، فبإذن الله انتقلنا أيضا على المحافظات، فالمئتين سيدة من كل الجهات تقدر تنتقل بنفس الرسالة على الأرض، ونقدر نضاعف الأعداد إن شاء الله. الدكتور الأمة يرحمنا قلق النائب البطريركي الكاثوليكي مصر، هذا المؤتمر بين الحين والقيمة هو صورة مصغرة لمصر الحقيقية. يقولون أن مصر من العالم السادس، وأنا أعترض بشدة. مصر ممكن من العالم السادس في الناحية الاقتصادية مؤقتة، لكن من الناحية الحضارية والثقافية مصر من العالم الأول بامتياز. فإذا صورة لمصر المتقدمة المتحضرة، وصورة أخرى للمرأة المصرية التي تشارك في كل محد في العالم. في شعوب كثيرة فاكرة أن مصر لا تزال تعيش المرأة متخلفة. عندنا أستاذة في الجامعة، عندنا في كل المجالات طبيبة محامية. هذه مصر الجميلة اللي بنعشم أو نتعشم إن احنا نراها أيضا أفضل وأفضل في المستقبل. بداية يعني احنا سعداء بهذا اللقاء الوطني بامتياز في لحظة حاسمة تحتاج أن نعمل معا كما جاء في عنوان هذا المؤتمر، معا في خدمة الوطن. فنحن فعلا في خدمة الوطن. نحن كما أكدنا وسنظل نؤكد ونرسخ أننا في حاجة إلى ترسيخ أسس المواطنة الكاملة المتكافئة، الحقوق والواجبات المتبادلة. كلنا نؤمن بحرية المعتقد، نؤكد على عدم سماح أي منا لأحد على الإطلاق المساس لا بحرية الآخرين ولا بمعتقد الآخرين. نحتاج أن نبني بلدنا معا، وأظن أن في هذه الأحاديث التي استمعنا إليها اليوم نحن نتحدث بلغة واحدة وبلسان واحد وبهموم واحدة، كلنا نعمل على بناء هذا البلد. وفي الحقيقة بنأكد ما أكد عليه السيادة الرئيس، ولما قال طول ما احنا بفضل الله إيد واحدة مفيش حد لا يقضى علينا ولا يقدر يهد بلدنا ولا يقدر يهزمنا، المهم ألا نؤتى من قبلنا.